وكان لينا لقاء مع الفنانة سلوى محمد علي واللي كلمتنا عن ذكرياتها مع مهرجان المسرح التجريبي. تعالوا نشوف قالت لنا ايه. مهرجان ده ليه أيادي بيضاء على كل المسرحيين في مصر لأنه علمنا حاجات كتير. وهنا بيحضرني أني لازم أشكر فاروق حسني وفوزي فهمي، وتيجي عدة أسماء بقى، سمير سرحان ونيهات صليحة وهدى وصفي وناس كتير قوي. فالمهرجان ده علمنا يعني إيه فرق مستقلة، طريقة إنتاج مختلفة ما كناش نسمع عنها قبل كده قبل المهرجان ده. لما استضاف الفرق المستقلة من شرق أوروبا ومن روسيا ومن كل العالم اتعلمنا مواضيع جديدة. المهرجان ده أول حاجة في حياتنا أول مرة في حياتنا نسمع كلمة workshop أو ورشة شغل، ورشة عمل، كانت في المهرجان ده. تعاملنا مع ناس من مختلف أنحاء العالم، مسرحيين، شفنا مسرحيات لكتاب ما كانوش ممكن يدخلوا مصر أو نسمع عنهم لولا المهرجان ده. جه كبار المسرحيين في العالم اللي عمل ورشة واللي عمل ماستر كلاس واللي عمل إيه في المهرجان ده على مدى 30 دورة. جه بيتر بروك، وأي حد عنده علاقة بالمسرح يعرف يعني إيه بيتر بروك. جه شاينا، جه ناس من الوطن العربي، روجي عساف، جه جواد الأسدي، جت نضال الأشقر، جه كل المسرحيين مصر. وبالنسبة لهم ده يعني اللي هو ختم القبول لعالم المسرح العالمي، انهم ييجوا مهرجان التجريبي المصري، مهرجان المسرح التجريبي في مصر، انه في فرق تيجي تعرض فيه. ده كان شرف كبير قوي، وان شاء الله يا رب يرجع شرف تاني. انا في الاساس ممثلة مسرح، بس للاسف المسرح جمهوره ما عندوش ذاكرة وهو اجيال. فانا في الاساس عملت تقريبا 70 مسرحية، اشتركت في ورش كتير قوي، ورش مسرحية في مصر وفي أوروبا وفي الوطن العربي وفي إفريقيا. في عرض قعدت فيه استمر 10 سنين، ملك لير بتاع دكتور يحيى الفخراني. فأنا جربت، خبرت وجربت جميع أنواع المسرح. فلحد دلوقتي كان عندي مسرحية من شهرين تقريبا في مسرح روابط اسمها طبخ، كنت أنا وسيد رجب، بس هي العدد كان محدود. يعني انا حتى ممكن اعمل مسرح لفرق مستقله، في الروابط، في مسرح كبير، في مسرح صغير، بس عمر علاقتي بالمسرح ما تقطع.